جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وركب سفينة النجاة وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن، بدأ يتذكر أصحابا له لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثام، زارهم وليته لم يفعل. وهذه نصيحة لكل تائب وجديد في طريق الاستقامة، لا تذهب لأصحاب الماضي وحيدا، خذ معك من يعينك على دعوتهم، لأن الكثرة تغلب الشجاعة. زارهم يريد لهم الهداية، فبدأ الهجوم عليه من كل الجهات، أتذكر يوم كذا وكذا، وعلت الأصوات وانطلقت الضحكات، وقام من عندهم بعد أن جددوا جراحا ماضية وحركوا في القلب والنفس أشياء، وبدأ الصراع من جديد. جاءوه بعد أيام يعرضون عليه السفر إلى مكان قريب بقصد شراء سيارة، قالوا له نريد من يذكرنا بالله ويؤمنا في الصلاة ويعلمنا الجمع والقصر، فزينت له نفسه السفر وانطلق معهم وليته لم يفعل. اتفقوا مع بغي زانية فاجرة، الله أكبر، يدفعون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أدخلوها عليه ومعها خمر وشريط غناء حتى تكون الليلة حمراء، ولا زالت به حتى سقطت كأسا من خمر، ثم ثانية ثم ثالثة، ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات، بنيان لطالما تعب حتى بناه، نام في فراشه عاريا مخمورا والعياذ بالله. تبا لهم ولأمثالهم، دخلوا عليه ضاحكين شامتين وهو مغطى في فراشه، أيقظوه فلان فلان، فلم يجبهم، فكرروا النداء فلان فلان فلم يجبهم، حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ. اسمع الفاجعة، صاحبنا شرب الخمر وزنا ونام، ومات من ليلته في فراشه، ومات من ليلته في فراشه، ومات من ليلته في فراشه. أي أصحاب هؤلاء؟ أي أصحاب هؤلاء؟ أي أصحاب هؤلاء؟ ومات من ليلته في فراشه على أسوأ ختام. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا الله. أي أصحاب هؤلاء؟ أي أصحاب هؤلاء؟